أراد الحزب الاشتراكي الموحد أن تكون محطة إعادة البناء وإعادة التأسيس وتقوية الذات، ليس فقط بالنسبة لحزب الاشتراكي الموحد ولكن كذلك بالنسبة لتحالف اليسار الديمقراطي، بالنسبة لكل الديمقراطي والديمقراطيات. ولن يتحقق هذا المشروع إلا بالإضافة إلى الوعي المتنامي وإلى التهيئة الموسعة وإلى الانخراط، إلا بالعمل الميداني الذي نقوم به ويجب أن نتبعه. الحزب الاشتراكي الموحد خلال السنة الماضية اشتغل وبجدية كبيرة مع حلفائنا في تحالف اليسار الديمقراطي لا بد من تحديد الحلفاء، فالنظام المخزني يتقوى، واليوم نرى بأنه هناك أحزاب كبيرة كثيرة انضمت إليه، فنحن يجب أن نعمل في هذا الإطار على التشبيك وعلى التعاون وعلى التضامن مع كل قوى. إخواننا وأخواتنا في تحالف اليسار الديمقراطي مستعدون معنا لتقوية هذا التحالف والتقدم به والرقي إلى مشروع. نحن وضعنا له تسمية فيدرالية، هي أكثر وأقوى من التحالف ولكن أقل من الاندماج، حتى تشكل هذه الفيدرالية تشكل لبنة صلبة تنطلق منها عملية تقوية اليسار وتقوية هذه الجبهة الديمقراطية التي نريد. فبالطبع هذا اللقاء اليوم هو فرصة ليس فقط لجهات الشرق ولكن لكل جهات الوطن، من أجل أن نستعد للجهوية المتقدمة، ليس بالمفهوم الذي اقترحه النظام ولكن جهوية حقيقية تعطي فرصا للتنمية، حيث التنمية المحلية تصب في التنمية الوطنية الشاملة، حيث إعطاء مفهومين اللا مركزية واللا تمركز مفهوما حقيقيا وليس فقط جهوية للا مركزية الإدارية، ولكن جهوية تعطي كل جهات الوطن إمكانية النمو، تعطي إمكانية بروز نخب محلية تخدم هذه الجهات، جهات تعمل على كل الواجهات من أجل أن تجد سبل التنمية في هذه الجهات. ولهذا نحن نقول بأن اليوم يجب أن نقوي صفوف كل المناضلات والمناضلين الديمقراطيين حتى نتمكن من خلق تلك القوة الداعمة والقادرة على فرض التغيير. بالطبع حركات احتجاجية، حركة 20 فبراير، أحزاب مناضلة، نقابات مناضلة، جمعيات حقوقية، كل هذه الدعامات يجب أن تتحد حول مشروع التغيير الديمقراطي حتى نحقق المواطنة الكاملة، حتى نحقق الديمقراطية الكاملة التي يستحقها المغربية والمغاربة. نحن نقول كفى لنظام امتيازات، لاقتصاد الريع، لتبديل الأموال العمومية التي أضاعت على المغرب أكثر من فرصة من أجل البناء ومن أجل التنمية. مناهضة الفساد والاستبداد التي حملتها هذه الحكومة كشعار وتخلت عنه بعفو الله عما سلف، فهذه بالإضافة إلى معركة البناء الديمقراطي هي معركتنا، كما أن معركة المساواة هي معركتنا، كما أن معركة الحرية وإحقاق الحقوق هي معركتنا، كما أن مصيرنا هو النضال ونحن نحمل مشروعا نعتز به. يجب أن نستمر في هذا النضال، يجب في هذا الإطار يجب أن نحتكم جميعا لدستور ديمقراطي، لقوانين تجعلنا متساوون جميعا والاحترام للحرية الفردية والجمالية. ليس هناك مجال نخاف من خوضه، فاليوم هناك اتفاق ما بين إخواننا الذين نحن معهم في تحالف حول شكل النظام الملكي البرلماني بالمعايير الدولية، ولن يقول لنا أحد أننا سقفنا سقف النظام بهذه الملكية البرلمانية، لأن لا مغربي ولا مغربي سيرفض غدا أن يعيش في نظام مثل النظام البريطاني أو مثل الأنظمة في إسبانيا إلى ما غير ذلك، حيث أن الملكية لها دور رمزي وأن السلطة الشعبية مترجمة فعليا، يعني الشعب هو أن هذا المشروع هو مشروع سياسي
عقلاني ممكن للإنجاز إذا ما تبرنا في نضالنا وإذا ما استمرنا في النضال الديمقراطي بوجهة واضحة وبتجديد الفكر وبتحديد أدوات انشغالنا وببناء الجسور تجاه المواطنات والمواطنين الذين يعانون اليوم من كل أشكال الحلف والظلم الاجتماعي. فدمتم للنضال ودمتم للتغيير الديمقراطي الحقيقي ودمتم مفخرة لهذا الوطن وتحية نضالنا لكم أولادكم جميعا.